مع الجواب للسؤال السابع. Starting from one point, a man walks 25 kilometers in a direction 30 degrees south of west, and then walks 30 kilometers toward the north to a terminal point. His resultant direction. إذن المطلوب الزاوية للفكتور displacement النهائي. بالطبع الطالب يجب أن يقسم الديسبيسمنت إلى قطعتين. القطعة الأولى إذا طولها 25 كيلومتر في اتجاه 30 درجة south of west، معناه يأخذ اتجاه الغرب ويأخذ وبعد ذلك يميل 30 درجة باتجاه الجنوب. وبعد ذلك القطعة الثانية 30 كيلومتر toward the north، إذا في اتجاه الشمال وينتهي. إذا الديسبيسمنت النهائي هو عبارة عن السوبربوزيشن لـ two displacements. إذا في الشكل رسمنا الديسبيسمنت الأول اللي هو L1، إذا زاوية 30 درجة إذا جنوبا من اتجاه الغرب. اتجاه الغرب هو بالطبع نيجاتيف إكس. وعندما نوصل إلى النقطة اللي هي نهاية الديسبيسمنت الأول، إذا نمشي في اتجاه الشمال بالديسبيسمنت الثاني L2. وبالطبع هنا في الرسمة ما احترمناش السلم، فL2 يجب أن يكون أكبر شوي، إذا لهذا السبب وضعنا خط متقاطع هنا. إذا النهاية تاعه فوق شوي، والresultant الآن اللي هي displacement النهائي هو L1 زائد L2. إذا L يساوي L1 زائد L2، وهو المتجه الأحمر هذا. وبطبع نفس الشيء، إذا الطول بتاعه سوف يكون شوية في الأعلى، يخرج من نقاط أو إطار الرسمة تاعنا. والزاوية بتاعه هي ألفا، عفوا الزاوية المتفق عليها هي تيتا. وإذا كان بالنسبة لاتجاه البلس واي سوف يكون ألفا. إذا نكتب أنه L يساوي L1 زائد L2. L1 الإحداثيات حقه أو المكونات هي minus L1 cosine 30 درجة وناقص L1 sine 30 درجة من الرسمة. و L2 المكونات بتاعه بالطبع هي 0 في اتجاه الإكس و 30 كيلومتر في اتجاه الشمال، أو عفوا في اتجاه الواي. ومن هذا نستخرج إذن Lx، إذن هي المكونة هذه زائد 0، إذن تعطينا ناقص 25 مضروب جذر 3 على 2 اللي هو كوساين 30. L1 هو الطول 25 كيلومتر، و Ly هو ناقص 25 على 2 زائد 30، إذن هذا زائد 30، ونتحصل على هذه الكمية هذه. بالطبع ينصح الطالب أنه ما يقومش بالحساب العددي التام على الحاسوب، يخلي الكسور والجذور كما هي إلى غاية الحساب النهائي. إذا تان تيتا هو المكونة واي على المكونة إكس. إذا نكتب المكونة واي هي هذه، أوكي، من هذه عفوا المكونة واي هي هذه، وتقسيم المكونة إكس إذا مضروب معاكس هذا. إذا والعلامة السالب إذا تنسخ نفسها في الأخير. لدينا simplification 25 مع 35 تعطينا 5 على 7، و 2 مع 2، ويبقى لنا في الأخير أن نحسب ناقص 5 على 7 مضروب بجذر 3. بطبع التان نيجاتيف، إذا لازم نرد بالنا. إذا either the second or the fourth quadrant، إذا إما نسقط في second quadrant أو fourth quadrant من ناتج التان، ولكن على حساب الشكل الزاوية تاعنا يجب أن تكون في second quadrant. أوكي، إذا from the drawing our vector must be in the second quadrant. وبهذا الحال يجب أن نختار في الحاسوب تيتا يساوي 129 درجة أو ألفا يساوي 51 درجة west of north، اللي هي كانت أحد الاقتراحات، هو الاقتراح الصحيح. إذا الزاوية تيتا المتفق عليها هذه هي 129 درجة، والاقتراح اللي كان 51 درجة west of north اللي هو زاوية الألفا هذه هو الجواب الصحيح.